احتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت ولاية أمن فاس بشراكة مع شركة سيتي باص للنقل الحضري بتعاون مع المديرية الجهوية للتعليم بفاس صبحية تحسيسية وتوعوية لفائدة الأطفال حول السلامة الطرقية. وكما عرفت هذه الحملة التحسيسية نصائح وإرشادات مهمة تهم سلامة المواطنين. جيت باش نستافد من هاد الدروس اللي كيعطيونا وشنو نديرو من يكونوا خارج في الطريق. اليوم العالمي للسلامة الطرقية تعلمنا بزاف ديال الحوايج ومنها اللي خصنا نديروها واللي خصنا نجتنبو منها، بحالاش ما مرة جايين خصنا نوقفو فيه، والضو خصنا نوقفو فيه حتى هو، والاحترام ما مرة جايين خصنا نديروها حتى هي. ويعتبر اليوم الوطني للسلامة الطرقية خطة توعوية وتحسيسية بالمخاطر الناشئة عن استعمال المتهور للطريق، وكذا أهمية احترام قانون السير بتعاون مع الهيئات الأمنية والتي شاركت بحماس بعدد من العمداء وضباط وحراس أمن والتي لقيت تجاوبا واهتماما من طرف التلاميذ. اليوم هو اليوم الوطني للسلامة الطرقية، كيف كتشوفوا هنا في واحد الحلبة مسبقة الإعداد والإنجاز تتوفر على مرافق مهمة كتلك التي توجد على مستوى الشارع العام من أجل احتواء واحتضان التلاميذ اللي فيما سبق كنا كنزورهم في المؤسسات التربوية ديالهم من أجل تزويدهم بدروس نظرياتهم السلامة الطرقية وتكريس فيهم السلامة الطرقية في إطار يعني تزويدهم بكفايات من أجل استعمال الطريق، سواء منهم الذين يستعملون الدراجات الهوائية أو الذين يعني يستعملون الطريق بالأرجل، يعني كنزودوهم بالتفاصيل الدقيقه اللي من خلالها غادي يقدروا يخرجوا للطريق ويستعملوها بشكل امن باش ما يكونوش هما موضوع حادثه او اللي يكونوا هما سبب حادثه. هذا النشاط اللي تتحييه شركه سيتي باص اليوم مع بشراكه مع وليه الامن بفاس فهو تندرج في اطار احياء اليوم الوطني للسلامه الطرقيه، والهدف من هذا العمل هو التحسيس والتوعيه بمخاطر الطريق والحث على احترام قانون السير. وبهذا المناسبة هذه فهذا الاحتفال اليوم فهو تيجي كتتويج لأسبوعين من التكوين اللي كان شرفت عليه ولاية أمن فاس للسائقين والمراقبين ديال الشركة، واللي كان فيه دروس تكوينية وتحسيسية وتوعوية على احترام قانون السير، على المواطنة، على حسن السلوك والمعاملة مع المرتفقين. وهذه هي الغاية ديال المتوخات من طرف الشركة واللي تدخل في إطار الاستراتيجية ديالها لتحسين وتجويد الخدمات حتى يكون هذا المرفق ديال النقل الحضري لمدينة فاس في مستوى التطلعات. وبالمناسبة في كل المؤسسات التعليمية طيلة الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية تقدم دروس تحسيسية لفائدة التلاميذ يؤطرها ضباط وحراس أمن وأطر تربوية لتحسيس بمبادئ قانون السير. عدم احترام ممر خاص للراجلين مخالفة كيعاقب عليها القانون، والآن غنديروا إجراء قانوني فقط ونأخذ من عندك الوثائق ديالك ونسجلوا لك مخالفة ديالك، وليني انت داك التطبيق الفعلي اللي درنا معاك ديال النظري اللي مشينا للتطبيق لقيناك ما استوعبتيش،